السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قررنا ندير واحد الطاجين غير ديال الخضرة، ما فيه لا لحم لا دجاج، غير الخضرة صافي. عندي شي فرولة صغيرة درتها كاملة صحيحة، بصيلة والثومة، وعندي البطاطا قصبية، البطاطا العادية، البطاطا الحلوة، وكورجيت القرعة. هادي مغاتيش غنديروها فوق من الطاجين ان شاء الله، والتوابل زويته البلدية بطبيعة الحال. عادي بسيط، طاجين ديال الخضره، غير الخضر فقط، لان الوليد ديالي كيعجبوه الخضره، وداكشي باش طلب مني ندير ليه الطاجين ديال الخضره، ما عندوش مع اللحم ولا الدجاج، المهم تيطلب مني هاد الطاجين غنديرو ليه. قلت نشاهدو مع خوتي وخواتاتي. بسم الله توكلنا على الله. دخلوا عندي القناه، ومازال نعطي لخوتي الكثير. مازال نعطي الامهات والوليدات الصغار، ومازال الوصفات اخرين زوينين. هذه نديرو قصبية، دخلوا عندي القناه اخوتي كاين ما نعطيكم، وصدقوني راه تيجي لذيذ ملي تنديرو هاد الخضار كاملين، راه تيجي ما نقولش لكم باللذه ديالو كيفاش تيجي عن تجربة. كورجيت تيبغي ليا الوليد هكا من تندير ليه التوابل وغير الخضر بساط وشوية الزيت البلدية، والله إلا تيجي من الإنسان اللي تنقص مع من اللحم، ماشي ضروري اللحم كل نهار، عادي واحد النهار تنسن ما تنبغوش اللحم نديرو طاجين ديال الخضار، منها طاجين صحي. خلو تعليق زوين، والتعليق ديالكم كيما كان انا غنقبلو، كي زوين كي هذا الانسان، ناس عندهم اراء تالفين. هذه مطيشه نحطوها هنا، نتمنى نكونو خفافين عليكم. هذه ورقة سيدنا موسى أو ورقة الرن، كلها كي تيسميها. شويه الابزار، ما تنقويش العطريه بزاف باش تتبقى لوغو ديال الخضره. شويه تحميره، جنجبير، شوية الخرقوم عرق للتلوين طبيعي الحال، المذاق نزيد واحد الفليفلة حمراء للتزيين. باش نعطوه اللون،
ماكله ومنظر في نفس الوقت. جربوه مع وليداتكم والله الا راه تيجي لذيذ اخوتي وخواتاتي والله ماشي غير تنشكروا. ومن طبيعه الحال ما نساوش المليحه واخا هاد الملحه راه ما تهبطش ماشي من ديك الملحه هذه واخا تشوفوني راه ماشي كثير. والزويته البلديه عجين صحي مع الوليدات وبصحة وراحة ودعموا اختكم في القناة دخلوا عندي بارتاجيو هادشي مع الاصدقاء والاهل والاحباب ردوه يطيب ان شاء الله ومن يطيب نوريه لخوتي وخواتاتي ونتمنى يعجبكم هالطاجين اللي درت اليوم غير الخضر فقط لا غير وشكرا. السلام عليكم احنا رجعنا بعد ما طاجينا اخوتي وخواتاتي والله العظيم الا جا زوين بلا ما زعما نشكر في راسي الطاجين ديال الخضر جا رائع. ها انتم اخوتي والله العظيم الا زوين تبارك الله ما شاء الله غير الخضره غير خضيره مشكله من البطاطا قصبيه من البطاطا العاديه البطاطا حلوه قرعه كورجيت شيفرور فليفلات الزين ومصاي شربيعات العطريه كما قلتها لكم راه سبق وقلت ذكرتها لكم وزويته البلديه والله الا الريحه ديالو الا وكلشي فيه كلشي فيه طيب كلشي ما كايناش شي حاجه اللي ما طيبش فيه الطاجين والله. ها انتما بالنسبه للبطاطا الحلوه بالنسبه للشيفرور ها والله اخوتي لا طاجين ما نقولش لكم عليه كيفاش داير كلشي كلشي فيه طيب زوين والريحه الريحه ما نقولش لكم عليها كلشي كلشي فيه زوين كلشي بطاطا حلوه بطاطا قصبيه كورجيت الفلفلات زين والمذاق والريحه ما نقولش لكم والله زعما الا انا هذا بالنسبه لي هذا ديال الخضر الا نفضلو انا على ديال اللحم والله لانه صحي وبالنسبه لهذه الطريقه ياكلوا الوليدات اللي ما تيبغوش الخضره انا من ولادي ما تيبغوش ليا الخضره ولكن ملي تنديروا بهذه الطريقه تياكلوا ليا والله والله اخوتي لا جربوه الا زوين الطاجين ديال الخضر صحي وكل شيء فيه طيب زوين ها كل شيء كل شيء كل شيء طيب. ودخلوا عندي القناه ونتمنى الطاجين يعجبكم ويعجب الصديقه ديالي بهيجه راه تتابعني وجربي الطاجين ديال الخضره وبزعي عليا الخبر وشكرا الى فيديو جاي ان شاء الله.